خبر ابيض. علاقتك بالاهلي وبنجوم الاهلي ومين اقرب حد وبتروح الاهلي قد ايه؟ يعني قول لنا كده بقى بص حضرتك، اجواءك مع الاهلي. انا يمكن حضرتك تلاحظي يعني من القنوات الكتيره اللي انا طلعت فيها قناه النادي الاهلي. من حسن حظنا والله يا كابتن. لا والله ده انا لسيد الحظ، ما تحرجنيش. انا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي من الشخصيات الجميله القريبه لقلوبنا كاسره. احنا مرتبطين بيهم كعائليا يعني. من ايام ما كان بيلعب وكان سافر انجلترا لما كان والدي هناك، كان بيتعالج هناك. كان حماه اللي هو والدة الدكتورة مراته. كان صديق الوالد قوي. فكان ساعة لما كان محمود الخطيب بيتعالج كان مقيم عندنا هناك في لندن هناك. وانا رحت له هناك. وخرجنا مع بعض كتير قوي. كان صديقي يعني، وكان في المنتخب طبعا كنا بنلعب مع بعض. تذكرت موقف مرة كنا بنخرج في شارع مشهور قوي اسمه اوكسفورد في ستريتس في لندن. فكان بقى العرب بقى والخلاجه بقى، كان بقى كل واحد بقى بيشيل التليفون دلوقتي يطلع يلقط الصوره. يعني دلوقتي اي موقف تمشي تلاقي واحد ماسك التليفون بيصور. المهم كان كاميرات بقى. فكل ما امشي ماشيين معاه يعني انا ماشي معاه بنشتري بقى حاجات شوبينج وبتاع بقى وشباب يا كابتن محمود الخطيب مش عارف صوره. اروح انا واخد جنبه هو ايه متصور. يا كابتن محمود الخطيب صورة. قلت له يا بيبو انا الفلبيني بتاعك. ومحدش يقول لي صور معاك ليه. هو دمه خفيف قوي بقى، يروح بقى باين عليا وقاعد بقى يقعد يضحك وبتاع والكلام ده كله. كنا بقى نقعد ناكل وبتاع، بعد نرجع البيت نلاقي الاكل موجود. ففي صداقه ولاده على علاقه باولادي. ده من ناحيه رئيس النادي. اللعيبه بقى اللي هم كان طبعا انا كنت اصغر منه، في كان هو كابتن منتخب مصر وانا كنت لسه منتخب اولمبي واتخذت منتخب مصر. المجموعه بقى بتاع منتخب الاولمبي اللي انا كنت معاه مقيم معاه منتخب شباب اولمبي منتخب اول، طاهر ابو زيد صديق عمري، علاء ميهوب صديق عمري، محمد حشيش، سامي عباس من اللعيبه اللي هم كانوا معايا، احمد شوبير. مين تاني على مين تاني؟ الجيل ده هو ده الجيل اللي يعني علاء ميهوب ما ينامش كل يوم على الاقل 20 رساله اقعد اضحك. يعني علاء ارحمني دمه خفيف جدا. ويقعد ايمن شاوي تمام. كل الجيل ده بصراحه اصدقائي جدا اكرامي. لينا علاقه قويه كابتن مصطفى عبده اللي كان معانا في المنتخب يعني، كان ثابت الله يرحمه. عماد حمام بعشقه، من الناس اللي انا بحبها جدا وعلى علاقه قويه بيه. ف تروح الاهلي بقى كل قد ايه تقريبا؟ لا بروح النادي صعب. بروح بقى بتكسف يعني، اخش اقعد مع مين بس كل دول اصحابك تقعد مع مين ايه؟ بس ده احنا اللي نتكسف بعد كده. كل دول يعني اعتقد هم مش متواجدين في النادي الاهلي بصفه مستمره يعني. لكن علاقتي بيهم قويه. عشان كده لما قناه النادي الاهلي بتكلمني ما بقدرش اقول لهم لا يعني. يعني من الناس اللي انا بحرج ان انا اقول لهم لا واعتذر يعني، ان ليهم معز عندي يعني. بس سر النجاح الاهلي في رايك؟ سر نجاح المنظومه دي بشكل عام؟ هو سبحان الله من واحنا بالناشئين كانت لعيبته عندها حته عندهم كاركتر تاني يختلف، اللي هو ما يستسلموش لهزيمه. مواقف صعبه تلاقيهم واقفين فيها. فتحس سبحان الله اجيال بتسلم اجيال. الكلام ده ما بيجيش من فراغ، بيجي من ادارات بتخلق في اللعيبه هذه الشخصيه او هذا النوع من التعامل مع المواقف الرياضيه. يعني في اصعب المواقف في النادي الاهلي تلاقيه معدي يعني. قليل قوي لما تلاقي النادي الاهلي وقع في 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 مشكله يعني. لكن في مواقف صعبه جدا يعني، زي المواقف اللي احنا فيه دلوقتي في افريقيا. ناس تقول لك النادي الاهلي يتغلب من صندوق. لا، في المواقف دي انا بالنسبه لي عدت عليها قبل كده. فحتى ابني بيقول لي قلت له لا النادي الاهلي هيعدي. خلاص يعني في ثقه. في ثقه. ايوه في ثقه.
برافو عليك. فاعتقد ان ده معلمهم برضو النادي الادارات زي البيت، لما بيشوفوا الاب والام بيعملوا ايه الابناء بيطلعوا زي البيت. في النادي الاهلي الاداره بتاعته هي البيت، اللعيبه بتشوف البيت بيعمل ايه وبيتصرفوا على هذا الاساس. اعتقد ان كل ادارات النادي الاهلي على ما اعتقد لها كانت على مستوى عالي بصراحه يعني. يعني انا يمكن بدايتي كنت بس ما عاشرتوش الفريق مرتجى الله يرحمه، والكابتن عبد الصالح الوحش كان مدربي في المنتخب، راجل ربنا يرحمه راجل جميل. وبعدين مين كابتن حسن حمدي، وبعدين المهندس محمود طاهر، وبعدين كابتن محمود خطيب. اسماء كلها بامانه يعني لا تهز، يعني اسماء يعني تتعلمي منها. فيا بخت النادي اللي بيجي له اجيال يمسكوه ويبقى يحافظوا على نفس المبادئ اللي موجوده وماشيين عليها لغايه دلوقتي. طيب في اخر حلقتنا بقى عايزين كابتن علاء نبيل يقول لحد واحد بس رمضان كريم. يعني هما طبعا كل الاعزاز عليا الله يرحمهم راحوا يعني، لكن اللي طبعا اللي موجود دلوقتي اقول له رمضان كريم. بمناسبه ان انا بسجل معاك وقناه الاهلي اقول له كابتن محمود خطيب رمضان كريم يا كابتن، وربنا يوفقك ويوفق النادي الاهلي وفي مشواره الافريقي ونسمع عنك كل خير يا رب، يديك الصحه ان شاء الله. بشكرك جدا يا كابتن علاء، وطبعا حلقه يعني اكيد انا كنت عارفه ان الحلقه كانت هتبقى حلوه معاك لانه حضرتك ضيف. انت اللي حلتيها والله. ربنا يخليك. انا حلقة. مش بعكسك في رمضان يعني. حضرتك ضيف يعني عندك كتير في خلال مشوارك، سواء في مشوار التدريبي او في مشوارك في الملاعب. مشكورك جدا في طبعا بره الاهلي، بنوجه لك الشكر وسعداء جدا حضرتك كنت معانا. الله يخليك، شكرا وكل سنه وانتم طيبين. مشاهدينا طبعا كان معانا كابتن علاء نبيل احد نجوم الكره المصريه، ويعني حكايات كتير جدا عن رمضان وعن الكوره وعن قطاعات الناشئين في مصر. حلقه طبعا يعني انا على المستوى الشخصي سعدت بيها جدا. شكرا لكم جدا، واستنونا في حلقه جديده من بره الاهلي.